السلام عليكم ورحمة الله. بدي أحكي بصراحة وبصراحة تامة، الوضع ما عادش ينحمل أبدا على الإطلاق. الدولار ب 12,000 وطالع طلوع لل 15 ولا 20، ناس أنت جاعت إذا ساكتين، لأنه عاملين حساب وعاملين قيمة وعاملين احترام للثنائي الشيعي. يا سيد ويا دولة الرئيس، شعبكم ما بقى يتحمل. عم بوجه نصيحة من القلب، إذا الناس كفرت كاد الفقر أن يكون كفرا كما يقول أمير المؤمنين. رصيدكم الناس، أنا بعرف أنه أنتم من ضمن هالمنظومة الفاسدة. اللي سرقنا مش أمريكا، واللي سرقنا مش إسرائيل، اللي سرقنا هذول الموجودين. ونحن مش شعب فقير ولا دولة منهارة، منهارنا من وراء المال المنهوب. هيك هيك عم بيقولوا انه انت داير الدولة والدولة بايدكم للثنائي الشيعي، وانتم بتفرضوا اللي بدكم اياه، خصوصا حزب الله. هذا البلد تعود على الوصايات، تعود ينحكم بالصرمين، تعود على غازي كنعان ورستم غزالي، تعود الى اخره. ما بقى فينا نوجه رسالة لحدا، لا لمسؤولين ولا لدولة ولا لوزراء ولا لنواب ولا لحدا على الاطلاق. فخامة الرئيس مشغول بس مش شايف بالدنيا إلا صهره، وصهره مش شايف بالدنيا إلا كرسي الرئاسي، ومش شايف بالدنيا إلا التلت المعطل وكيف يحكم البلد. لا تواخذوني بدي أحكي هالمرة شيعيا، بعتذر من السنة ومن المسيحية ومن الدروز ومن العلوية ومن كل الطوائف. بدي أحكي شيعيا، الشيعة ما بقى يتحملوا ولا بعمرهم كانوا مزلولين لهالدرجة. هني ساكتين لأنه عاملينكم حساب وعاملينكم احترام، بس لأمتى؟ لأنت عم هيك متهمين انتو انه انتو الدولة بايدكم وانتو حاكمينها، وانه ايران هي اللي حاكمتها. جنابك يا سمحت السيد قلت انه ايران مستعدة تعطينا نفط بالليرة اللبنانية، ومستعدة تعمل معامل كهرباء بالليرة اللبنانية. خليها تعمل، خليها تيجي تعمل. خصم عن اللي بيقول لا، الناس بدها تعيش، الناس بدها ترتاح، ما بقى فيها تتحمل. عشنا العزة والكرامة وانتصرنا على إسرائيل وانتصرنا على داعش، بس وبعدين هذول يزلونا أكثر من إسرائيل وأكثر من داعش، زلونا أكثر بكثير. وهودي لحيسة الصرامة والصلابيط وعبدة الصرامة يخرسوا، مش وقتهم هلأ، يخرسوا لا يزيدوا. لأنه اللي ما بيشعر بحليب ابنه، واللي ما بيشعر بالمرأة اللي عم تبكي لتأمن أجار بيت، واللي ما بيشعر بالشاب اللي عطل زواجته لأنه ما بقى قادر لا يشتري شيء أو لا يستأجر بيت، واللي ما بيشعر بحبة الدواء ما راح يشعر بالناس من حوله. فلذلك احكموا أنتو، احكموا بالقوة، احكموا بقوة السلاح، بس خلصونا، جيبوا ريحوا الناس. هذا الدولار هم عم يلعبوا فيه، وهم عم يتحصصوه، وهم عم يرفعوه، وهم عم يزلونا أكثر ليوصلوا البلد للانهيار، ليسلموا البلد للأمم المتحدة وللبنك الدولي. ما بدنا مصاري من البنك الدولي، نحن مش فقراء، لبنان مش فقير. احكموا وجيبوا المال المنهوب، احكموا واعملوا محاسبة. أنا بعرف أنه حركة أمل وشبابها جوعانين وقادرين يسكروا البلد كله، بس أنا مش عم بدعي لتسكير البلد، أنا عم بدعي لأنه هزوا العصاية. خلصنا بقى، اختنقنا، ما عاد قادرين نتحمل العهد ليخلص، ولا عاد قادرين نتحمل المجلس النيابي ليخلص، وإذا خلص رح يجددوا لحالهم. خلصنا من هالقرف كله، ما بقى الوضع يتحمل على الإطلاق. دموع الأمهات منا قليلة، زليتوا الناس، الناس انزلت، لكن الناس صارت لك مش هيدا هو العز، مش هي العز اللي احنا بنطمح لها. بعمره ما كان الشيعي مزلول لهالدرجة، كل عمره الشيعي واقف بوجه أكبر طاغية بالعالم، لأنه عنده الحسين عليه السلام. لوين وصلتونا؟ ساكتين لانه عمل لكم كرامه وعمل لكم حساب. ونحن بنعرف انه اذا ما نزلوا الشيعة ما بتتغير المعادله على الاطلاق. ما عاد قادرين نتحمل، اعملوا معروف، هاي صرخه الناس. بكل محبه عم لكم، جيبوا الكهرباء، جيبوا، نزلوا الدولار، وقفوا صعوده باي شيء، ولو بقوه السلاح، ولو بقوه السلاح. ولا تقولوا نحن مش دوله ضمن الدوله، ولا تقولوا نحن كذا، لا، انتوا هيك وانتوا قادرين، وهزوا العصاي وشوفوا اذا ما كل الناس بتنزل معكم وكل الناس بتمشي وراكم.
لأنه ما قادرين نطلب من حدا برا أبدا على الإطلاق. لا بدنا أمم تيجي تحكمنا من جديد، ولا بدنا دول تيجي تحكمنا من جديد، ولا لأن هاي الدول ما بهمها شعب بعلمها مصالحها، ما بهمها الناس على الإطلاق. لذلك ولا فينا نغير حدا بهالدولة، بس أنتوا قادرين تغيروا، أنتوا قادرين تحكموا، أنتوا قادرين تعملوا اللي بدكم إياه، فتفضلوا احكموا وفرجونا شوية عز وكرامة، وقصة اصبروا وما اصبروا، طلعوا منها هذه القصة. طلعوا منها وحاجي ضحك على لحانا. القصة مش بالصبر، اللي بجوع ما بيصبر، اللي بجوع عم يتحول لحرامي لسراء، اللي بجوع عم يتحول لبائع مخدرات، اللي بجوع عم يتحول لحتى لي يقتل لياكل، بيصبر يوم اثنين عشرة، بيصبر هو، بس ابنه كيف بده يصبر؟ صاحب أجار البيت، صاحب مالك البيت كيف بده يصبر؟ اللي بدك تعطيه الأجار كيف بده يصبر؟ المستشفى بتصبر عليك إذا بدها مصاري، الصيدلاني بيصبر عليك على حق الدواء، مين اللي بيصبر عليك؟ فهمني مين اللي بيصبر عليك؟ بكفي هالقد، بكفي خنقتوا الناس، زلينا إسرائيل وهدول يزلونا. حضرتك قلت سمحتك، قلت إنه الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين له، نعم الفاسد ألعن من العميل، وهذول عملوا فينا أكثر من اللي عملته إسرائيل، وهذول عملوا فينا أكثر من اللي عملته داعش، لأنه مش عنا ظلم كتير توقف بوش إسرائيل وبوش داعش، بس الظلم وقفتوها لتوقف بوش هذول، بوش هذول وقفتوها. الناس كفرت، الناس جاعت، فعملوا معروف عملوا شيء. نحن بنعرف إنه ما قادرين نعمل شيء وما قادرين نغير، والناس كلها بتتبعكم وتسمع أمركم، فتفضلوا اعملوا شيء. أقول قولي هذا من باب النصح ومن باب الاستمرار ومن باب الحرص على المستقبل، مستقبل أولادنا وشبابنا ونسائنا وأعراضنا. أقول قولي هذا لأجل مستقبلكم، أقول قولي هذا لكي تفكروا مليا قبل أن تفكروا بمصالح الخارج. فكروا بلبنانكم، فكروا بمصلحتكم الوطنية، فكروا كيف تدمجون أنفسكم بوطنكم، فكروا كيف تحترموا ناسكم. كل الطوائف جاعت وكل الناس جاعت، حتى الجيش اللبناني جوعتوه وزليتوه، ما بقى في حدا إلا من زل بهذا البلد. فاتقوا الله في عباده وبلاده، واعملوا على الحل بسرعة، لأن الوضع يتفاقم والناس عم تصرخ تحت الطاولة، بكرة رح تصرخ فوق الطاولة، وساعتها كيف بكم تردوها؟ خلوا الناس تعبر، خلوا الناس تنزل، الناس مستعدة تشيلوا من بيوتهم واحد واحد، الناس مستعدة تعمل حتى لو ما وقفتوا معهم، بس انتوا اللي مانعينهم، انتوا اللي مانعينهم. فكروا بمصالح الناس لأجلكم ولأجل مستقبلكم، والسلام على من اتبع النصيحة.